شهدت مدينة قزبيضة حظر إقليم سلاحة في التسليم وتسلم مهام الإقليم بين الحاكم السابق هارون موسى ترقو والجديد رمضان إردبو. المناسبة رأس وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان. عائشة أحمد دوكي والمزيد من التفاصيل. تقليد المناصب الإدارية التي تتمثل في شخصية حاكم لإقليم معين ليعمل على توحيد النظم والهياكل المؤسسية لذلك القطر الذي عين فيه لخدمة سكانه ولمس معاناتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية والتعليمية هو الهدف الذي خصص لأجله هذا المنصب الإداري. وعلى هذا النحو جاءت مناسبة تسليم وتسلم بين الحاكم السابق لإقليم سلا موسى هارون ترقو والحاكم الجديد رمضان إردوغو. كانت بداية المناسبة بكلمة الحاكم السابق موسى هارون ترقو الذي قدم حصيلة عمله طيلة 5 سنوات و8 أشهر شغلها في هذا المنصب والتي تمثلت في حل المشاكل التي واجهتها الإقليم نتيجة التأثر بمشاكل المناطق المجاورة للإقليم، كما عمل على بسط الأمن ونشر السلام والتعايش السلمي بين سكان إقليم سلا. في حين أن الحاكم الجديد رمضان إردوغو ركز على تذليل الصعوبات خاصة مشكلة قطاع الطرق والصيد العشوائي وحل النزاع بين الرعاة والمزارعين وتوفير المياه الصالحة للشرب، كل ذلك في أولويات ما ينوي الحاكم الجديد تقديمه. أما في الكلمة التنصيبية لوزير إدارة الأراضي والحكم المحلي علي بشر سليمان أشار بأن رمضان إردوغو ليست المرة الأولى له بأن يتقلد منصبا إداريا وإنما سبق عن شغل مناصب إدة، شارحا في الوقت نفسه مهام الحاكم في احترام سلطة الدولة واستتباب الأمن للأشخاص والممتلكات وتهيئة الحوار في حلحلة المشاكل القبلية لبسط التسامح في الوسط المجتمعي وكذا أخذ إجراءات صارمة في إدارة الموارد العامة. المناصب الإدارية مناصب يتداول فيها الأشخاص حسب الحاجة والخبرة في تسيير أمور الدولة.